كنوز اف ام. كنوز اف ام نسيك الدنيا وما فيها. بونجور الناس الكل. بونجور. اليوم حديثنا على الزهر وكيفاش يكون عنا زهر. كيفاش الناس يقول لك فلان للخير في الخير العيني ياسر من زهر تبارك الله عليه، وناس اخرى تقول لك يعطي الفول للي ما عندوش زروس من الزهر عنده فلان. بغيت ان اليوم باش نحكي لكم ونحب نصلح لكم معلومه غلطه، وهي انه الزهر مش مقتصر على ناس وناس لا. بيان سور نصيحه انه لازمنا احنا اون بروفوك لا شانس، احنا اللي لازمنا نستفزوا الزهر باش يدخل لحياتنا. اول مفتاح للزهر هو اغتنام الفرص، الفرصه نتاع خدمه، قرايه، حب، زواج ولا ثروه ما تجيش كل نهار. بالطبيعه مانيش باش نقولوا كل شيء اي ولا كل شيء لا، لكن باش نحاولوا نختلموا الفرصه اللي دينا قد ما نجموا. ديما نذكروا اللي المهم مش الحاجات اللي عندنا قد انه مهم ان نعرفوا شنو نعملوا بالحاجات اللي عندنا. باختصار الناس اللي احنا نراو فيهم مزهرين هما الاشخاص اللي ميزا باغ المواقف نتاعهم يعرفوا كيفاش يأقلموا الظروف نتاعهم ويردوها ملائمه ليهم ولواقعهم. نفس الناس هذوما عندهم الشجاعه الكافيه والاسبري بوزيتيف باش يختلموا اي فرص اللي تجيهم ولا تعرضهم. يقول القائل كيفاش احنا نجموا زادا احنا بيدنا نجموا نختلقوا فرص ونخلقوا دي زوبورتونيتي لينا تنجم تنفعنا، والحكايه ما تكونش سهله برشا وبيان من الاول ممكن تنجم تكون لنا سهله لو كان احنا نحاولوا نوسعوا مثلا دائره معارفنا والمحيطين بينا، لو كان احنا تكون عندنا كيوريوزيتي انتلكتويال زاده على شلي، لو كان زاده نكونوا منفتحين على مجالات عمل جديده في الخدمه مثلا ولا على ناس جديده لهنا لو كنا نحكيو على الصعيد الاجتماعي. حاجه اخرى اوزي دوموندي، نخليو عندنا حس التساؤل موجود ديما، نخليه زاد عنا وعي باللي عايشين فيه، ما نكونوش عايشين على الهامش. زاد نذكركم انه الحكايه من الاول مش باش تكون ساهل كما احنا نجمو نتصوروها، لكن ما علينا كان احنا نكونوا بيرسيسون، كان صارت لنا ديسيبسيون ما نوخروش التالي اي اون تونت اون اوتر شانس. فوالا فوالا. دونك حسب ما فهمتني لازم تكون منفتح على العباد الاخرين. شنو الثانيه؟ يلزمك تكون انت معناها منفتح على العباد الاخرين، يعني ناس اخرى توسع من دائره المعارف نتاعك، خاطر قد ما تعرف عباد قد ما انت كثر من حظوظك ولا من الزهر، سواء اجتماعيا سواء مهنيا سواء ماديا، قد ما انت تعرف عباد جدد وقد ما انت توسع من دائره المعارف نتاعك قد ما لي زوبورتونيتي تتحلك في وجهك. واذا كان صارت لك ديسيبسيون تتعداها وتشوف بيان سور، خاطر مش من اول مره يعني الناس الكل باش تكون مزهره، ولا مش من اول مره باش تكون عندك برشا زهر. كنوز اف ام. كنوز اف ام نسيك الدنيا وما فيها.